شهر 3 بس نشفت الطرقان من الشتاء صار يطلع يبين المية المجارير اللي عم تطلع من الأرض. عنا هون فيش خط مجارير، عنا هون كل بيت بيعمل جورة كل سنتين ثلاثة بيرجع بيبحث جورة ثانية. صارنا من سنة 1992 ساكنين بالحارة والحارة على ما هي. كمان قبل 3-4 أيام من ثلاث جورة كمان اضطريت أجيب محفير على حسابي الخاص، حفرت لي وظبطت. شوف فيش حل ثاني، فيش في عنا أزمة كبيرة. فأنا متوجه باسمي واسم أهل الحارة، كل واحد هرب بده يحكي باسمه، من السيد رئيس المجلس المحلي انه يعمل معروف يجي يزورنا لهون يتفرج بس الحاره كيف، اذا بيقبل لنفسه فنحن قبلانين. هو ابن بلد، هو ابن بلد، اذا بيحب مصلحه البلد بيحب مصلحه اهل الحاره الفوقه اللي عم بيعينوا لهم سنين يساعدنا. هيني جورة هوني، سؤال كم واحد وقع فيها؟ كم سياره نزل دولابه بنصها؟ كثير. نحن بنشيلها وبنحملها بنحطها بنغطيها ترجع تمرق سيارة كبيرة بتزيح، مش ملاحقين. بس شغل الجورة هي الجورة نازلة على بيت ابني ومفتوحة ونزلت اجري فيها، لا قدرت تطلع ولا قدرت تنزل، ودغري على المستشفى قالوا لي اشتكي، ما اشتكيتش. ليش؟ لأنه بنحس راحت مطروح اجري ولأسة بتوجعني اجري انتهبت اجري وبعدها ويرمي قبل سنتين. نحن ولادنا عم ينظروا لا مني ايش بيركزوا اهل الحارة شالوا لي اللي هي الحياة البطون قاموا لي اجري منها. الله وكيلك. غير المي اللي منعطول من عيني فيها، هذا شطفة جارتنا هوني، المي هون بنلاقيها هون كليتها بولادنا بيلعبوا فيها، يعني وين بده يلعب الولد؟ ليك